بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هي حلقة نهاية الأسبوع، ولكن قدر الإمكان نحاول نركز أكتر على مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل اللي تحدد خلاص الطرف الثاني بمواجهة أراوا ريدز بطل اليابان، بطل قارة آسيا، على تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية. المباراة هتقام يوم الجمعة الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة. يمكن ده أول لقاء للأهلي على هذا الملعب، لأن سبق للأهلي لعب مباراتين سابقتين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، استاد الجوهرة المشعة، سواء مع اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة أو مع فلورمينسي بطل كوبا ليبرتادورس بطل البرازيل. لكن لقاء الجمعة هيكون على ملعب لم تقام عليه سوى مباراة واحدة، اللي كانت ما بين أراوا بطل آسيا مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف. حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها تفاصيل كثيرة وعديدة، كواليس مهمة، وعندي لقطة النهاردة كده عشان بعض الخبراء التحكيم اللي خرجوا علينا وقالوا إن ضربة جزاء كهربا ما فيهاش أي حاجة وإنها لعبة عادية جدا. عندي النهاردة تأكيد إن فعلا الكرة ضربة جزاء، وإن الحكم البولندي اللي أدار مباراة الأهلي وفرومينسي كان عنده اتجاه معين في هذا اللقاء. وحكم ليه دايما اتجاهات، بس محدش بيركز ومحدش بيتابع ومحدش بيتفرج على الكرة الأوروبية، ولا حد عارف الفيفا برضو بطولاته ممكن بتصير بأي اتجاه. عموما عندي النهاردة كواليس مهمة جدا، وهنركز كمان على مباراة الثالث والرابع، وكمان النهاردة في نتيجة مهمة جدا حدثت في دوري أبطال إفريقيا ما بين يانج أفريكانز وميديام الغاني، لأن مجموعة الأهلي في دوري الأبطال مجموعة اشتعلت بعد نتيجة اليوم، في ظل كمان أن مجموعات باقي الأندية في دوري الأبطال كلها مجموعات مشتعلة والنتائج كلها غريبة وفيها مفاجآت. ولكن بسرعة البداية هتكون مع سؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة أراوا الياباني بمونديال الأندية الجمعة المقبل، وكمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء. هل كولر ممكن يغير في التشكيل، يدفع بعناصر جديدة، يعمل روتيشن عشان دي الوقت ما بين المباريات والسفر إلى الإمارات يوم السبت استعدادا لكأس السوبر لأندية الأبطال؟ كل واحد يدخل يشارك في الإجابة على السؤال ويقول توقعاته كمان وأمنياته لنتيجة هذا اللقاء. وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من توقعات وأراء حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة. لكن نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، كولر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، وكمان مدرب أراوا قال مواجهة الأهلي صعبة. وفي الترند المحلي، كاف يعلن القائمة المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا. عندي النهاردة كواليس وتفاصيل أيضا تتعلق بقائمة منتخبنا الوطني، الزيارات اللي تمت إلى الكوت ديفوار في الأيام الأخيرة، وجود بعض الأسماء بشكل مفاجئ في القائمة المبدئية، أكبر لاعبين مقيدين في القائمة الأولية من نادي الأهلي. بالتأكيد عندي كواليس مهمة جدا عن قائمة منتخبنا الوطني. ولكن نروح لمباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم. يمكن منذ قليل كانت في مباراة في إطار لقاءات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، والمجموعة دي اللي فيها النادي الأهلي. يانج أفريكانز كسب ميديام الغاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مباراة كانت قوية جدا، كان فيها ركلة جزاء لميدياما، كان ممكن يعدل النتيجة تكون 1-1، ولكن بعد إهدار ركلة الجزاء قدر يانج أفريكانز يسيطر على المباراة ويحرز هدفين عشان يكسب 3-0 في مباراة أدارها الحكم المغربي رضوان جيد. دلوقتي ترتيب المجموعة، الأهلي في الصدارة 5 نقاط، يانج أفريكانز 5 نقاط، ميدياما الغاني 4 نقاط، بلوزداد 4 نقاط. المباراة المقبلة والمؤجلة بين بلوزداد والأهلي اللي هتتلعب أحد أيام 16 أو 17 فبراير في الجزائر هتكون مباراة حاسمة جدا، يجب على الأهلي أن يعود بنتيجة إيجابية من الجزائر لضمان الاستمرار على الصدارة وعدم الدخول في أي يعني نتائج أو أمور ممكن يعني تربك حسابات المجموعة للأهلي في المباراتين المقبلتين بعد مباراة بلوزداد. طيب نروح لمباراة الكونفدرالية، ومنذ قليل انتهت مباراة ديابلا نوار بطل الكونغو برازافيل مع نهضة بركان المغربي بالتعادل الإيجابي 1-1. والساعة 6 مودرن فيوتشر هيستضيف اتحاد العاصمة الجزائري على استاد السلام. أيضا في نفس التوقيت الساعة 6 ساجرادا سبرانسا الأنجولي هيستضيف الزمالك على ملعب 11 نوفمبر في لواندا. والساعة 9 سوار كويا هيلاعب أبو سليم الليبي. والساعة 9 أيضا النادي الإفريقي التونسي هيستضيف ريفرز يونايتد النيجيري. وفي الختام على ملعب بليكوين في جنوب إفريقيا الساعة 9 سوبر سبورت يونايتد هيستضيف الهلال الليبي.
نروح لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي. والساعة 10 من مساء اليوم ليفربول هيستضيف وستهام، وفي الدوري الإسباني الساعة 8 من مساء اليوم برشلونة هيستضيف الماريا، وفياريال في 10:30 هيستضيف سيلتا فيجو، وفي نفس التوقيت 10:30 من مساء اليوم أتلتيكو بلباو هيستضيف لاس بالماس. دي أبرز مباريات اليوم، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث يوم الجمعة الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بالتأكيد الحديث عن مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية بتشغل بال كل الأهلوية، ويمكن أكبر سبوت إعلامي موجود حاليا في المنطقة العربية على بطولة كأس العالم، في ظل بالتأكيد وجود فريق كبير يعني زعيم الكرة العربية وزعيم الكرة الإفريقية النادي الأهلي الممثل العربي الوحيد في كأس العالم في الأدوار النهائية، والمشاركة التاريخية للعام الرابع على التوالي في كأس العالم، والمشاركة التاريخية أيضا في اللعب على ميدالية للعام الرابع على التوالي سواء في قطر في الإمارات في المغرب أو حتى في المملكة العربية السعودية. أنا هستمر في نفس الكلام اللي قلته في حلقة امبارح، ومش هغير أي كلام قلته تجاه الحكم اللي أدار المباراة، وإن كان وأنا بأكد تاني ده مش السبب الرئيسي في الخسارة، ولكن أنت ضيعت فرص، ما كانش في تركيز على المرمى، ولكن في نفس الوقت في نسبة مئوية لا تقل أهمية أو لا تقل في النسبة عن أن الفريق كان ما كانش مركز، ضيع فرص كتيرة، والتحكيم أيضا كان ليه دور. مش بقول كل حاجة التحكيم، ولكن بقول أن التحكيم كان ليه دور، وأن التحكيم لو الحكم البولندي كان أدار المباراة بشكل بروفيشنال وأدار المباراة بعدالة تحكيمية وإدى الأهلي حقه وإدى الفريق البرازيلي حقه، ما كانتش النتيجة خلصت 2-0 إطلاقا إطلاقا. ناس تقول لي حكم نهائي كأس عالم، نهائي كأس العالم كان فيه مشكلة، حكم نهائي مباراة في دوري أبطال أوروبا برضو كان فيها مشكلة، حكم مباراة للأهلي برضو كان فيها مشكلة. ودايما كده لو تركزوا في مباريات كل الحكم البولندي تحسوا دايما كده ان كل مبارياته رغم ان فيها اخطاء تحكيميه ما الفار ما بيرجعلهوش، ما اعرفش ليه، ومش قادر اقول الاسباب ايه، يعني ما حدش فاهم ايه الاسباب. لعبه كهربا انا هعيد وازيد فيها، ضربه جزاء بنسبه 1000000%، والاتحاد الدولي يجب عليه ان يعترف ان هناك خطا تحكيمي حدث في مباراه الدور نصف النهائي، زي ما بنشوف في الدوريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي بتطلع لجنه الحكام بتعترف، يجب على كولينا وماسيمو بوساكا والناس المسؤولين عن التحكيم في الفيفا ان يعترفوا ان الحكم البولندي اللي ادار مباراه الاهلي ارتكب خطا تحكيمي اثر في نتيجه اللقاء. حكام في مصر اختلفوا على اللعبه، اختلفوا على اللعبه، ولكن اللعبه لا تقبل الاختلاف. ليه؟ لان نفس اللعبه دي حصلت في الدوري المصري، ومعانا لقطة مهمة جدا حصلت في مباراة كبيرة ما بين الأهلي وبيراميدز، وكان بيديرها الحكم الدولي الكبير الكابتن محمد عادل، وبنفس اللعبة ادى ضربة جزاء قدامكم اهي الحالة على الشاشة. انا بس بستشهد بحالة تحكيمية شبيهة بالظبط بحالة كهربا. ابراهيم حسن لاعب بيراميدز طلع فوق طاهر محمد طاهر، وطاهر بيلعب على الكرة ودخل وعمل ضرب بنفس الشكل. بصوا يا جماعة اهو بنفس اللعبة بنفس المكان، بصوا الكرة يعني لو في زاويه قريبه كمان هتحاول تبين لكم الكوره، طالع دفع اهي كره طوليه، بصوا طلع فين؟ في ظهر طاهر، ونفس اللعبه بالظبط في ظهر كهربا، وراح يلعب الكوره براسه، التاني مش داخل على الكوره اطلاقا، نفس لعبه كهربا، واتحسبت ضربه جزاء. يعني دي اتحسبت ضربه جزاء ومن حكم دولي الكابتن محمد عادل، والفار راجعها واكد ان هي ضربه. بصوا يا جماعه والله تيبيكال، اللي عايز بصوا يعني كل الاهلاويه على السوشيال ميديا اللي عايز يبروز لعبه زي دي ياخد دي وياخد اللعبه بتاعت الحكم البولندي ويعمل الاثنين كوبي مع بعض ويوجهها للفيفا. الناس في الفيفا تشوف الحكم البولندي ازاي ارتكب خطا تحكيمي كارثي في كاس العالم للانديه. المباراه دي لو كان الخطا ده ضد مانشستر سيتي ولا ضد فريق اوروبي كانت الدنيا اتقلبت، لكن انا مش قادر اتخيل ليه الخطا التحكيمي ده ليه يحصل. وفي المقابل تيجي تبص على لعبه بيرسي تاو مع مارسيلو، يعني انا لو استعرضت مثلا في حكم اسباني شهير اسمه إيتور جونزاليس، النهارده في تصريحات ليه وهو بيتكلم على ركله جزاء مارسيلو، قال لك مارسيلو انظر الى قدمه فهو يثني كحلو اثناء السقوط، يعني هو اصلا كان بيتعمد السقوط وغلى الكاح كحل رجليه لف، وبالتالي ما كانش فيه اي دفع اصلا من بيرسي تاو. الفار ما كانش موجود، مش هقول ما كانش شغال، استحاله ما يكونش شغال، لان الناس هناك في الخليج تحديدا وفي السعوديه بيطبقوا تقنيه النصف الالي، يعني فمش معقول الفار مش هيكون شغال. لا الفار شغال والفار موجود، واختيارات اصلا حكام الفار في المباراه كانت اختيارات غريبه جدا، ولكن عموما دي النتيجه اللي انتهت اليها المباراه. ولكن انا عايز ابروز تاني فكره الخطا التحكيمي، للناس عماله تقول لك من امبارح ده حكم نهائي كاس عالم
انت بتعترض على ايه؟ بعترض على ايه يا جماعه؟ يعني حكم نهائي كاس العالم ما يغلطش؟ ده في نهائي كاس العالم غلط، والغريب انه غلط والفار ما استدعاهوش. ما دي برضو من الحاجات الغريبه اللي احنا بنسالها، ازاي حكم يغلط والفار ما يستدعيش؟ ودي ليه تحديدا لما يكون الحكم البولندي بيغلط الفار ما بيستدعيش الحكم؟ انا مش قادر استوعبها لغايه دلوقتي بصراحه. وثلاث اربع مباريات بنفس الشكل يغلط اخطاء تحكيميه واضحه والفار ما يستدعيش الحكم البولندي، مش قادر استوعب وافهم المساله. في حكام في اوروبا على فكره احسن كتير من الحكم البولندي. وبص على مباريات دوري ابطال اوروبا، في مباريات بياخدها حكام من فرنسا ومن اسبانيا ومن ايطاليا افضل كتير من الحكم البولندي، ولكن في مباراه كده تحس ان لجنه الحكام في الفيفا بتبروز الحكم البولندي. ليه؟ الله اعلم. الايام اللي جايه ممكن تكشف لنا عن الكتير. انا دايما كده في ملف التحكيم لما بحب اعمل سبوت على حكم بفضل مستني اشوفه بعد كده الهيستوري بتاعه هيمشي ازاي، الهيستوري بتاعه هيمشي ازاي. بعمل ده في افريقيا بوصل لنتيجه، بعمل ده في الدوري المصري بوصل لنتيجه، ومع الفيفا هعمل ده وهوصل لنتيجه، والايام هتثبت لكم ده خلال الفتره اللي جايه. كره زي دي اهو، ده الحكم الاسباني الشهير إيتور ألدي جونزاليس قال لك ايه في اللعبه دي. قال لك من خلال تلك الاعاده مارسيلو كان يقصد السقوط، انظر الى قدمه فهو يثني كاحله من اجل السقوط قبل حتى التدخل من قبل لاعب الاهلي بيرسي تاو في تلك اللقطه. لذلك في رايي ليس هناك ركله جزاء على الاطلاق. ارى ان الاهلي لديه ركله جزاء، لان بالفعل الاول مدافع الفريق البرازيلي دفع كهرباء ثم لاعب الكره، الامر واضح تماما. وبالفعل الامر واضح تماما. عموما دي نقطه كان لازم النهارده اتكلم عليها، واتمنى الناس على السوشيال ميديا تهتم جدا بالتفاصيل دي، لان التفاصيل دي بتفرق كتير قوي في التعامل مع البطولات الدوليه. طيب الاهلي ازاي بيستعد لمباراه الثالث والرابع؟ والمواجهه تكون مع بطل اسيا الفريق اراوا الياباني، خرج من دوري ابطال اسيا السنه دي مبكرا، خسر امام فريق من الفلبين. نتائجه في الدوري الياباني ليست على ما يرام، ولكن مباراته مع الاهلي 50-50، لازم ندخل كل مباراه بكل جديه. مزيد من التفاصيل وكيف يستعد الاهلي لهذا اللقاء في ظل ان النهارده الجهاز الفني منح الفريق راحه، كان في تدريب بالامس وبكره التدريب الاساسي على ملعب المدينه رقم 3 في مدينه الملك عبد الله الرياضيه. اروح على طول للزميل والصديق العزيز خالد الاتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. خالد مساء الفل. مساء الفل يا محمد، اخبارك ايه؟ دايما منور ودايما متالق. الله يخليك يا خالد. مسا عليك ومسا على كل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتنا ليك، وعايز اطمن من خلالك بقى على اخبار البعثه هناك واخبار الفريق وكيف يستعد الاهلي والاجواء في المملكه العربيه السعوديه لمباراه تحديد المركز الثالث. هو سريعا يا محمد، النادي الاهلي او سواء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره او مارسيل كولر المدير الفني، خلاص يعني بعد الماتش بعد المباراه الكل اتكلم في جزئيه ان ما حدش اثر، كله اتكلم في جزئيه ان احنا لم يحالفنا التوفيق. برضه اتكلمنا في حاجه مهمه جدا يا محمد، ان هي كان فرصه تاريخيه لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه قبل ان تتكرر مجددا، يعني في ظل تغيير نظام البطوله. انما دلوقتي انت في مرحله مهمه جدا برضه يا محمد، هي ان الماديه البرونزيه اللي موجوده دلوقتي معاك واللي بيقلل منها البعض قد تكون حلم صعب المنال، مش بس لفرق افريقيا، ده الفرق الاوروبيه وفرق امريكا اللاتينيه في البطوله الجديده. انت دلوقتي في مرحله تاريخيه انك تضيف ميداليه رابعه ليك، دي حاجه مهمه جدا، ودي النقطه اللي الكل بيتكلم فيها هنا. الكل بيتكلم على ان التقليل من البرونزيه ده شيء مش طبيعي ومش منطقي وصح، مش منطقي ان حد يتكلم فيه، لازم نشتغل عليه. وده اللي كان الكلام اللي داير عليه في اول يوم بعد المباراه مباشره. انت عارف كولر بيحب انه يكون يتكلم في السلبيات، يتكلم في الايجابيات بعد اي مباراه، حتى لو في وقت للراحه ما بيكونش تاني يوم مباشره، لازم يقعد يتكلم مع اللعيبه. حصلت المحاضره الفنيه اللي اتكلموا فيها في السلبيات واللي اتكلموا فيها ايضا في الايجابيات اللي كانت في المباراه. الايجابيات اللي كانت في المباراه هي صناعه فرص كتير جدا، اما السلبيات هو عدم ترجمه الفرص دي، وفي بعض الاوقات الرهونه في انهائها، ان كان واحده او اثنين من دول ممكن يخلصوا الماتش، بخلاف طبعا الظلم التحكيمي الواضح. كل العمليه كلها كانت بتحصل امبارح محمد في جزئيه انك ازاي تخرج اللعيبه، في جزئيه ان هو خرجوا من فرصه الوصول النهائي وانك داخل على تحدي جديد لا يقل ابدا عن اي مباراه انت بتدخلها
عايز تبقى كسبان نتيجتها، لان النادي الاهلي دايما دايما لابد ان يكون مرشح يفوز. طيب. اعتقد ان ده كان واضح امبارح في التمرين من كلام الناس. بالنسبه للجاهزيه الفنيه بقى، اغلب العناصر كلها موجوده الحمد لله، انت مش غايب عنك حد. بعض بقى الحاجات زي الشد، زي الكدمه البسيطه، زي كل ده كان اتعالج امبارح او تم التعامل معاه. النهارده راح برضه، ده بيساهم في الاستشفاء ويساهم في استرجاع اللياقه الذهنيه حتى والفنيه والبدنيه بالنسبه للاعبين. فاعتقد ان بكره ان شاء الله بقى هيبان كل التفاصيل الفنيه الخاصه بالفريق يعني. طيب عايز اطمن منك يا خالد على احمد نبيل كوكا. يمكن بعد مباراه اتحاد جده ناس كتيره ما ركزتش في فكره ان كوكا على فكره كان شعر بشده او اجهاد، وانا فاكر وقتها حتى التقيت بدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق وسالته، قال لي يعني هو اليومين هيبقى صعب جدا لو في شد، هل اجهاد ولا شد؟ وهل كوكا ممكن يكون موجود في مباراه الثالث والرابع، ولا الجهاز اعتقد هيحضر بديل زي ما حضر اكرم توفيق في مباراه فلومينسي؟ بص يا محمد، خلينا نكون واقعيه معاك، ان احنا عندنا تصريح لمارسيل كولر قال فيه بعد المباراه ان كوكا ما كنتش عايز اجازف فيه، كان ممكن يلعب وما كنتش عايز اجازف فيه. فالتصريح ده من ممكن ياخدك لسكه ان هو طب ما احنا بقى لنا ثلاث ايام عدينا وقت المجازفه فممكن يكون حاضر، انما اللي احنا بنشوفه في التدريبات ان اللاعب موجود حاضر في التدريبات، ما بيطلعش في بعض الحاجات اللي فيها مجهود زياده بيستبعد منها كتصريح رسمي بيطلع في الجزئيه، ما فيش تصريح رسمي. انما بكره في التمرين هيبان. انما استنتاجا من كلام كولر انه كان في المباراه اللي فاتت ما حبش انه جازف دي، بعد مرور ثلاث ايام من ممكن يكون جاهز، اعتقد انه يكون بنسبه كبيره جاهز. انما لو بتسالني توقعاتك يلعب ولا ما يلعبش، لا ما اعتقدش انه يلعب على الاقل في الشوط الاول يعني ما يبداش. طيب عايز اكد معاك برضو يا خالد، مفيش غيابات يا جماعه بسبب الايقاف او الانذارات الا انطوني مودست، لان البعض كان قال ان كهربا عنده انذار تاني. لا مفيش، هو منعم بس اللي خد انذار في ماتش فلومينسي، والثلاث انذارات اللي كانت في مباراه اتحاد جده الحمد لله مفيش انذارات متكرره في المباراه الاخيره، سواء لكهربا لحسين لامام عاشور. مظبوط. بس انا عايز انقل للناس لقطه انا شفتها بعيني يا محمد. اتفضل. بعد المباراه اللي فاتت مباشره، خد بالك احنا اتعودنا ان اي مدير فني في العالم كله، خد بالك بتخلص المباراه سواء كسبان او خسران ما بيكملش 30 ثانيه او دقيقه وبيروح خارج من الملعب. انا ركزت على مارسيل كولر في الماتش اللي فات، لان تقريبا يعتبر اخر صحفي يعتبر طلع من المقصوره. ففضل كولر تقريبا مارسيل كولر فضل واقف في الملعب بيبص للملعب ما يقرب من 7 الى 8 دقائق. دي لقطه انا خدت بالي منها، اللي هو فضل واقف في الملعب، مش قصه بقى مصدوم، قصه انه لا، الموضوع تحس انه كان مدير فني عايش اللحظه قوي، اللي هو كان منتظر اللحظه زي كده. صح. فدي كانت لقطه لفتت انتباهي لكولر، انه يعتبر من اواخر الناس اللي خرجت من الملعب كان كولر. عقبال ما استوعب الموضوع بدا يعني، لو كان في لاعب او اثنين موجود هو اللي كان بيساعده انه يخرج. انما كل اللي انا عايز اقوله ونفس الناس تاخد بالها من كلمتين، مارسيل كولر هو مدير فني مهم جدا. صحيح. في تاريخ النادي الاهلي. مظبوط. مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، انه مدير فني من الموسم الاول ياخد كل البطولات، ومدير فني يستمر في انه يخليك تقدم الاداء ده وتناصح اي فريق ايا كان بقى هو اسمه ايه. مدير فني جدير بالاحترام، جدير بانه يكون له كل المسانده في كل الاوقات. وان شاء الله انا واثق ان الفرقه دي مع مارسيل كولر لسه قدامها مستقبل كبير يا محمد. انا باكد وبقوله نفس الكلام وراك يا خالد، ده حقيقي. يمكن انا التقيت بكولر بعد ماتش اتحاد جده، لما اتكلمنا على سألنا على كوكا قال انا من اول ما وصلت السعوديه قبل الماتش بثلاث ايام حضرت العب بكوكا. فالراجل رايح كاس العالم، رايح يلعب فاينل، عايز يوصل فاينل، ولكن يعني التوفيق، ظروف خارجيه، عدم التركيز. هي دي بقى سر اللقطه اللي فضل واقف فيها 8 9 دقائق بعد نهايه المباراه. هو ده اللي هو
حلمه انه كان عايز يحققه، ده حقيقي كان قريب منه وما قدرش يوصل، وان شاء الله نوصل له بالبرونزيه يا محمد، وتبقى برونزيه تاريخيه في باذن الله في مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الزميل العزيز خالد الاتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الشروق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المتعلقه ببعثة الاهلي في كاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه. النهارده الفريق كان راحه، الاهلي هدفه باذن الله الصعود على منصه التتويج والحصول على الميداليه البرونزيه، وما تنسوش المباراه يوم الجمعه الساعه 4:30 بتوقيت القاهره، ويوم السبت على طول الفريق هيسافر الى ابو ظبي استعدادا للمشاركه في كاس السوبر للانديه الابطال. والفارق الزمني يعني اسمعوا مني بس الكلمتين دول لعل وعسى يمكن الناس في اتحاد الكره تاخد بالها تجري تعديلات في الساعات اللي جايه، هنشوف ايه اللي هيحصل. بس الاهلي هيلعب الجمعه واول مباراه في كاس السوبر للانديه الابطال يوم الاثنين في ابو ظبي مع سيراميكا كليوباترا. الفرق الزمني ما بين المباراتين 48 ساعه، والجزئيه دي انا اتكلمت فيها مع الكابتن خالد بيبو لما كنت موجود في السعوديه بعد مباراه اتحاد جده، واتكلمت معاه في الجزئيه دي، قال لي الجزئيه دي الجهاز الفني واخد باله منها كويس قوي، ولكن في تفاصيل مش هنتكلم فيها دلوقتي لغايه لما نخلص مشوار كاس العالم، ولكن طبقا للليحه ما ينفعش العب في بطوله خارجيه يوم الجمعه واسافر والعب بطوله محليه بعدها ب 48 ساعه، لازم يكون في تعديل لان اللائحه بتقول كده. هل هيحصل وتتاخر مواعيد البطوله بدل ما تبقى الاثنين والخميس تتلعب الثلاث والجمعه؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه، ولكن الجهاز الفني والجهاز الاداري عنده علم بالتفاصيل دي. والكابتن خالد بيبو قال لي احنا واخدين بالنا من فكره ان احنا هنلعب الجمعه ونلعب الاثنين. وما اعرفش هل ممكن مثلا اتحاد الكره لما حط المواعيد ما كانش حاطط في حسبانه ان الاهلي يوصل لاخر يوم في البطوله؟ الله اعلم، كل واحد يعني الله اعلم بنواياه، ولكن الاهلي وصل للنهايه. فاللائحه ما ينفعش العب جمعه والعب اثنين، يعني من بطوله لبطوله وسفر صعب جدا. يعني اعتقد يعني لو البطوله بدل ما تبدا الاثنين تتلعب الثلاث وبعد كده الجمعه هيكون افضل كتير، لان صعب جدا بلعب ثلاث مباريات في ظرف اسبوع وبعد كده اسافر العب مباراتين في ظرف 48 ساعه 72 ساعه. عشان كده الاهلي كان ليه قرار مهم جدا بالاعتذار عن المشاركه في كاس الرابطه قبل اجراء مراسم قرعه كاس الرابطه طبقا للائحه وطبقا للظروف. النهارده لما بنشوف قائمه المنتخب فيها 12 لاعب من الاهلي، المنتخب الاولمبي هيضم مش اقل من 5-6 لعيبه، منتخب الشباب مع الكابتن وائل رياضه هياخد برضه مش اقل من 3-4 لعيبه غير الاصابات، فهتلاقي نفسك في النهايه في شهر يناير في 20-22 لاعب مش موجودين معاك، هتلعب كاس الرابطه بمين؟ وهتلعبها ازاي؟ فعموما هنشوف اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. عموما هطلع لفاصل وبعد الفاصل ارجع لان عندي كلام مهم جدا على قائمه منتخب مصر ومنتخبنا ازاي بيستعد لكاس الامم في الكوت ديفوار. عندي لقطة مهمة جدا قبل ما انتقل للحديث عن قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس الأمم الإفريقية، لو البعض ممكن يقول اللقطة دي هتهديها لمين؟ عايز أهديها مش هقول اسم معين، بس عايز أهديها لكل واحد اختلف على احتساب ركلة جزاء النادي الأهلي، لأن اللقطة دي أتمنى تبقى ترند على السوشيال ميديا وتوصل للاتحاد الدولي. بصوا الفارق، الصورة دي ترند على السوشيال ميديا، ضربة جزاء في مباراة بيراميدز اتحسبت لأن ركلة جزاء فعلا مخالفة للقانون، وهنا ركله جزاء وفيها عنف اكتر مع كهربا وما اتحسبتش. اللقطه دي ترند، توصل للحكم البولندي، توصل للفيفا، توصل للجنه الحكام، لان التحكيم السيء في بطوله دوليه فيها فار وتقنيه نصف الي اعتقد بيبقى خطا كارثي ما ينفعش يعدي ولازم نعمل سبوت عليه. بس احنا مش هنتكلم على الاخطاء التحكيميه اللي في المباريات الافريقيه والمباريات المحليه بس، لا، الناس في الفيفا بتغلط، والتنظيم السنه دي في كاس العالم الفيفا ارتكب اخطاء كتيره جدا. انا بقول لكم حاجه انا شفتها بنفسي، شفتها بعيني، يعني التقيت بالناس هناك في مباراه الافتتاح ومباراه الاهلي واتحاد جده. لا، الفيفا السنه دي غير الفيفا في السنوات السابقه في التنظيم دون الخوض في التفاصيل يعني، ولكن اللقطه دي لقطه ترند عشان تشوفوا ان الاهلي ازاي اتظلم في مباراه فلومينسي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. طيب اروح بقى لقائمه منتخبنا الوطني، والنهارده الاتحاد الافريقي نشر قائمه كل المنتخبات المشاركه في كأس الأمم الإفريقية. القائمة المبدئية اللي اتسجلت بتاريخ 14 ديسمبر كان 55 لاعب. قبل انطلاق البطولة ب 10 أيام، يعني يوم 3 يناير تقدر تختصر القائمة من 55 ل 27 لاعب. البعض يقول لي ما هي القائمة 23. أفضل حاجة للمنتخب يسافر بال 27. فيتوريا ليه وجهة نظر وليه رؤية وليه قرار. قدامكم على الشاشة هي يمكن صورة الأسماء والقائمة المنتخب، اسم اللاعب، تاريخ الميلاد، النادي اللي بيلعب فيه، والدوري المحترف فيه. يعني طبعا شايفين مثلا البداية هو أحمد الشناوي مواليد 91 بيلعب في نادي بيراميدز،
علي جبر مواليد 89 بيلعب في بيراميدز، محمد هاني من النادي الاهلي، عمر كمال عبد الواحد في فيوتشر، وهكذا لغايه لما توصل بقى للوقره واتحاد جده وترابزون سبور واللعيبه اللي محترفه في الدوريات الاوروبيه او الدوريات الخليجيه. فدي قائمه منتخبنا الوطني. لو تبص على القائمه، فيتوريا اختار خمس لعيبه، خمس حراس مرمى، اقصد خمس حراس مرمى: احمد الشناوي حارس بيراميدز، محمد الشناوي حارس النادي الاهلي، محمد ابو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي. دي القائمة الرسمية اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي النهاردة لمنتخبنا الوطني، خمس حراس مرمى. أعتقد هيتم اختصارهم لثلاثة. وارد جدا أحمد الشناوي يخرج بسبب الإصابة. فيبقى محمد الشناوي رقم واحد، وهتبقى المنافسة اعتقادي كده أن محمد صبحي أنا واثق أنه يكون موجود في البطولة. محمد صبحي هيكون متواجد في البطولة لأن فيتوريا شايف أنه صبحي جيل من الجيل الحراس الصاعدين فيكون موجود مع الشناوي. هيتم اختيار واحد ما بين أبو جبل وعواد. وان كنت ارجح ان ممكن يكون ابو جبل لان ابو جبل عنده خبرات اكتر في بطولات الامم الافريقيه. فدي قائمه المنتخب بالنسبه لحراس المرمى. في 12 لاعب من النادي الاهلي. مين مثلا؟ محمد هاني، امام عاشور، محمود كهربا، محمد الشناوي، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي افشه. دول 12 لاعب من الاهلي، وعشر لاعبين من بيراميدز، وسبع لاعبين من نادي الزمالك، بالإضافة إلى عدد من لاعبي فيوتشر وسيراميكا والبنك الأهلي، بالإضافة إلى عشر لاعيبة محترفة في الدوريات الخارجية. حمدي فتحي بيلعب في الدوري القطري الوقر، أحمد حجازي في اتحاد جدة، محمود تريزيجيه في الدوري التركي، أحمد حسن كوكا في الدوري التركي، محمد صلاح في ليفربول، مصطفى محمد الدوري الفرنسي، محمد النني أرسنال، عمر مرموش في انتراخت فرانكفورت الألماني، سام مرسي في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي ومتصدر الدوري الإنجليزي في الدرجة الثانية، وأيضا كمان محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي. يعني بنسبة كبيرة العشر محترفين أعتقد بنسبة كبيرة هيكون منهم من 8 إلى 9، ممكن يستبعد لاعب، ولكن دي قائمة المحترفين. في 12 لاعب من النادي الأهلي، أكبر قوام من قائمة منتخب مصر من النادي الاهلي، 12 لاعب. انت لو تبص على القائمه كده، شيل منها بيرسي تاو، وشيل منها علي معلول واليو ديانج، هتلاقي التشكيله الاساسيه بتاعت النادي الاهلي كلها موجوده. في نقطتين كمان مهمين جدا. المشكله اللي حصلت في اخر مباراه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ملهاش تاثير على الاختيارات، بدليل ان كهربا ان قصدي امام عاشور موجود وحسين الشحات موجود. ولكن في نقطه خلافيه هنا، طارق حامد اعلن اعتزاله اللاعب الدولي فمش موجود في قائمه ال 55. عبد الله السعيد كان اعلن اعتزاله اللاعب الدولي، موجود في قائمه ال 55. سالت وجالي رايين مختلفين لغايه لما نشوف القائمه النهائيه. هل فيتوريا سجل عبد الله السعيد لان في تواصل تم مع عبد الله السعيد على امل انه يقنعه بالمشاركه في كاس الامم؟ اتقال لي اه. وسالت مسؤول اخر، هل حدث اتصال ما بين فيتوريا وعبد الله السعيد بدليل وجوده في القائمه وهيتم التواصل مع عبد الله عشان يتنازل او يتراجع عن قرار الاعتزال اللاعب الدولي؟ قالوا لي لا. فهنا الرايين مختلفين. انا بقول لحضراتكم اللي وصل لي بالظبط، وللامانه لازم انقل المعلومه زي ما وصلت لي بالظبط. في راي قال لي حصل تواصل وفي محاوله لاقناع عبد الله، وراي تاني قال لي لا، هو اتحط اسم عبد الله لعل وعسى لو حصلت اي مشكله في القائمه او في اسماء اللاعبين المختارين الاخرين ممكن يستدعي عبد الله وهيحاول يقنعه، ولكن ما حصلش تواصل ما بينه وما بين عبد الله السعيد. ولكن مع طارق حامد اللي اعتزل مش موجود في القائمه، ومع عبد الله السعيد اللي اعتزل موجود في القائمه. منتخبنا المفروض كان في اجتماع تم من حوالي اسبوع مع الكابتن حازم امام المشرف على المنتخب عضو اتحاد الكوره، وسافر اثنين من المسؤولين في اتحاد الكوره، اداري في المنتخب الاول ومسؤول في العلاقات العامه، عشان يرتبوا كل الترتيبات الخاصه برحلة منتخبنا الوطني. كنت أثرت هذه النقطة في حلقة سابقة أو في حلقات سابقة، قلت منتخبنا عليه أن يسافر إلى كوت ديفوار بدري عشان يحضر للإقامة والتنقلات والإعاشة، لأن الأمور هناك صعبة جدا جدا لو خرجت من أبيدجان، ووارد تخرج من العاصمة لأن الأمر مرتبط بنتائج المنتخب في المجموعة. لو طلعت تاني من دور ال 16 هتطلع تلعب بره أبيدجان، لو طلعت اول ممكن في دور الثمانيه او سيمي فاينل تخرج وتلعب خارج ابيدجان، فانت خارج فلازم تحضر للمدن اللي انت هتسافرها خارج ابيدجان، في ظل ان في طريقك منتخبات مقيمه في المدن الاخرى وحضرت ترتيبات السفر من بدري. فاللي وصل لي ان حصل بالفعل سفر وزياره لملاعب التدريب
والمنطقة اللي الكاف أطلق عليها سيتي كان منطقة كده مجمعة زي المخيمات، لأن هناك ما فيش فنادق. بجيب لكم الآخر يعني، هناك ما فيش فنادق في بعض المدن اللي هتستضيف البطولة، بالإضافة إلى ذلك المستشفيات والمطارات والسفر لمنتخبنا الوطني. أتمنى تكون الزيارة كانت موفقة، يكون فيها تقرير وريبورت مميز لروي فيتوريا، لأن فيتوريا هناك لو خرج بره تركيز الأمور الفنية هيواجه صعوبات كتيرة. فأتمنى يا رب من الزيارة دي يكون تم تهيئة كل الظروف لروي فيتوريا عشان يستعد لبطولة الأمم. عندي ثقة كبيرة في جهاز منتخبنا إنه هيقدر يعمل نتيجة كويسة. أنا عندي ثقة كبيرة بصراحة. الناس تقول لي جايب الثقة منين؟ أنتوا عارفيني كده ساعات بتفائل في مباريات وبطولات مفيش فيها سن التفاؤل، ولكن هو كده الواحد بيبقى عنده إحساس ببعض التفاصيل جوه جهاز المنتخب أو النادي الأهلي أو لعيبة الأهلي، بعرف إن النتيجة إن شاء الله هتبقى مباشرة. فأنا عندي ثقة إن المنتخب هيعمل نتيجة كبيرة، ولكن مهم جدا التحضير الجيد جدا لمنتخب. وبالتالي أنا قلت لحضراتكم هذه القائمة الرسمية، أسماء لاعبي الأهلي، عدد اللاعبين، أسماء المحترفين والعدد، وقائمة حراس المرمى اللي استقر عليها روي فيتوريا. طيب، ترند النهاردة في تفاصيل مهمة جدا على بعض الموضوعات اللي اتكتبت في السوشيال ميديا. نطلع نتابع آخر أخبار الترند. لها كبيرة جدا. مش ممكن. يا ما بعدهاك يا ميسي. يلا فرح. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء المتعلق باخبار الترند، والبدايه هتكون معانا من ترند الاهلي اللي فيه كواليس مهمه جدا. البدايه من حساب بطولات واللي كان فيه تواصل مع الحكم الاسباني الشهير جونزاليس. ايتور ألدي جونزاليس في تصريحات لبطولات قال عن كره كهربا في مباراه فلومينينسي البرازيلي: لا اعلم لماذا لم يستدعي حكم تقنيه الفار البولندي الحكم المواطن مارسينياك لمشاهده اللعبه ومراجعتها على الشاشة، على الرغم من الحكم البولندي مصنف كأحد أفضل الحكام في العالم وأدار نهائي كأس العالم ونهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن لديه أخطاء، ولا ننسى أنه أثار الجدل بركلة جزاء مثيرة في مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل الماضية في اللحظات الأخيرة. واتكلم كمان على لقطة مارسيلو وقال أن اللعبة أصلا مش ركلة جزاء. زي ما بقول لحضراتكم قرارات غريبة جدا، والحكم تقنية الفيديو الفار هو مواطنه من نفس الجنسية، حكم بولندي. خدوا بالكم في البطولة دي على فكرة اللي بيشغل تقنية الفار في العربية الفار مفيش أوبريتور، يعني اللي هو المسؤول التقني اللي بيساعد الحكام، لا، في أربعة فار، في حكم الفيديو الأساسي الرئيسي، وفي اي فار واي اي فار، وحكم فار رقم ثلاثة ده اللي بيساعد معهم في التقنية. فكان في حكم من بولندا، حكم أسباني، وفي حكم من فنزويلا والقطري خميس المري. دول الأربع حكام اللي كانوا موجودين على تقنية الفيديو مع مارسينياك حكم البولندي اللي أدار المباراة. اليوم السابع بيتكلم على أن كولر يجري تعديلات على تشكيل الأهلي في مباراة البرونزية بمونديال الأندية. واليوم السابع بيركز على فكرة أن أكيد كولر هيمنح الفرصة لكذا لاعب عشان الروتيشن، في ظل أن كان في ضغط ماتشات كتير، في بطولة أيضا في أبو ظبي بعد كأس العالم ب 48 ساعة، أتمنى يتم ترحيلها يوم واحد بس، هتفرق كتير أكيد في بالنسبة للأهلي. ولكن اليوم السابع شايف ان ممكن قفشه يبدا، السوليه، طاهر، رامي ربيعه، اليو ديانج، كريم اتبيس. احنا بنتكلم عن اكتر من 50-60% من التشكيله الاساسيه للعبه المباريات السابقه، على حساب لعيبه لعبت المباراتين بتشكيله اساسيه في الفتره الاخيره. حساب بطولات بيقول ان الثنائي محمد هاني وطاهر محمد طاهر هما اكثر لاعبي الاهلي مشاركه في تاريخ كاس العالم للانديه برصيد 12 مباراه. بصوا، في تاريخ مشاركة الأهلي في كأس العالم اللي ليه مزاج يتكلم عن الأهلي
كويس لانه بيمثل مصر والعرب وافريقيا، هيتكلم على الارقام القياسيه الايجابيه. اللي عنده مشكله وبيزعل من مشاركه الاهلي هتلاقيه بيصدر لك ايه نتائج سلبيه. ما هو طبيعي لما العب في كاس العالم 2025 مباراه اكيد هخسر، في ناس ما راحتش اساسا، فهتقول لي ايه ما انا ما خسرتش في كاس العالم. ايوه انت ما سافرتش اصلا، ما رحتش، ولكن بص على الارقام القياسيه، انا عندي لعيب بيتصدر قائمه اللاعبين العرب وممكن يبقى متساوي مع ميسي وسواريز في مباراه الثالث والرابع، حسين الشحات. عندي اكتر من مدير فني واخد ميداليه مع النادي الاهلي. عندي رقم قياسي ان الفريق الوحيد اللي لعب 4 سيمي فاينل كان النادي الاهلي في دول ومدن مختلفه. فريق 9 دوري ابطال افريقيا من التسعة فاز ب7، لعب 7 كاس عالم او لعب 9 كاس العالم. الاهلي طبعا واخد دوري ابطال افريقيا 11 مره، منهم 9 لما كان بطل البطوله لعب في كاس العالم من 2005 لغايه 2023. اول فريق عربي ضمن مكانه في كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه 2025. فالارقام الايجابيه كتير جدا نتيجه المشاركه في البطوله. لكن هاني وطاهر اكتر لعيبه شاركوا ب 12 مباراه. طيب كوره بلس ونقل تصريحات لمسج سوكارزا المدير الفني لاراوا الياباني، واللي قال علينا الاستعداد جيدا لمواجهه الاهلي انه خصم صعب، هو فريق مختلف عن مانشستر سيتي، واجهنا صعوبه في لقاء السيتي في اختراق فريقهم، واعتقد ذلك لن يحدث امام الاهلي. الفريق ده على فكره نتائجه السنه دي مش كويسه، يعني في دوري ابطال اسيا خرج مبكرا وامام فريق من الفلبين، كانت نتيجه مفاجاه للجميع. في الدوري الياباني ايضا نتائجه كانت متراجعه بنسبه كبيره، ولكن مباراته مع الاهلي انا شايفها 50-50، مباراه صعبه محتاجه تحضير كويس جدا يوم الجمعه. حساب في الجول نقل تصريحات ايضا لجوارديولا في المؤتمر اللي اقيم بالامس بعد مباراته مع اراوا ريدز الياباني، قال فيها: اعلم ان الاهلي في مستوى جيد ولديه جماهير كبيره تدعمه في مصر. لم اشاهد مواجهه اتحاد جده مع الاهلي او حتى مواجهته مع فلومينسي البرازيلي، ولكنه استطاع صناعه الكثير من الفرص، وانا اعلم ان الاهلي في مستوى جيد ولديه جماهير كبيره تدعمه في مصر. بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي. حساب يلا كوره نقل تصريحات للاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس استثنائيه لو الاهلي خد المركز الثالث، قال: هناك لائحه موجوده في النادي الاهلي بخصوص الحصول على المركز الثالث او الثاني او الاول في كاس العالم، ولكن ليس لدينا لائحه تخص الحصول على المركز الثاني في اي بطوله اخرى، لان الاهلي دايما في اي بطوله بيلعب على اللقب. لو طلع وصيف افريقيا مفيش مفيش مكافآت، لو طلع وصيف في الدوري مفيش مكافآت، لكن كاس العالم لها حسبه ثانيه لان انت بتاخد ميداليه سواء الذهبيه او الفضيه او البرونزيه، فدي ليها مكافاه. الدوري الافريقي على فكره لما الاهلي خرج من الدور نصف النهائي حصل خصم على عدد من الفريق واللاعبين والجهاز الفني. ليه؟ لان الاهلي مش طبيعي في بطوله قاريه يخرج من النصف النهائي او يوصل النهائي ويبقى وصيف، لازم تلعب على المركز الاول. عشان كده النادي الاهلي مختلف عن كل الانديه الافريقيه والعربيه، وهو زعيم الكره العربيه والافريقيه شاء من شاء وابى من ابى. بوابه اخبار اليوم بيقولوا تعرف على عقوبة الأهلي بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة. هي مش عقوبة ولكن لايحة، لو أنا اعتذرت قبل إجراء مراسم القرعة هيتخصم مني المليون جنيه اللي كنت أخدها لو فزت بالدوري العام أو نظير مشاركتي في الدوري العام. لو كنت انسحبت أو اعتذرت بعد مراسم القرعة كانت تبقى العقوبة ساعتها 2 مليون جنيه، ولكن البطولة توقيتها وظروفها لا تناسب النادي الأهلي طبقا للأمور الفنية اللي نقلها مارسيل كولر لإدارة النادي الأهلي في الاجتماعات السابقة. آخر حاجة في ترند الأهلي، المصري الرياضي بيتكلم عن صفقات الشتاء، إفواري وهداف، الأهلي يستقر على أول صفقات الشتاء. المصري الرياضي بيقولوا إن الأهلي اقترب من التعاقد مع سانكارا كاراموكو مهاجم فريق أسيك ميموزا خلال انتقالات يناير. لاعب عنده 20 سنة بيلعب في مراكز المقدمة، يعني سواء الهاف أو حتى القلب الهجوم، وده مركز بيقولوا إن هو الأهلي بيفتقده في الفترة الحالية. هذا اللاعب قدم شكل جيد مع الفريق الإفواري في البطولات المحلية فضلا عن اكتساب خبرات الظهور القاري، ومسجل حتى الآن 4 أهداف في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال. المصري اليوم بيقولوا إن الأيام المقبلة ستشهد توقيع التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب كما سيتم تسجيله تحت السن. ده الكلام اللي موجود في المصري الرياضي، ولكن الحقيقة هتعرفوها في بداية شهر يناير لأن الكلام كتير جدا والاجتهادات عادي. طيب الترند المحلي والبدايه على منتخبنا اللي بيستعد لكاس الامم، وخلاص الايام بتجري والبطوله على اعتاب الانطلاق. اول مباراه لمنتخبنا يوم 14 يناير، يعني احنا النهارده بنتكلم في 20 ديسمبر، باقي حوالي 25 يوم
على أول مباراة لمنتخبنا في كأس الأم، صورة روي فيتوريا وهو مجتمع مع جهاز المعاون، وكتب وقال على الصورة مع فريق عمله على حسابه على الانستجرام: كل يوم نقترب إلى بداية كأس الأمم الإفريقية، كل التفاصيل يمكن أن تحدث فارقا، يعني تعمل فارق مع المنتخب، ما زلنا متحدين ونركز على ضبط كل الجوانب. طبعا صورة الجهاز المعاون يمكن جهاز كله برتغالي، بخلاف أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب المساعد، والكابتن محمود سليم محلل الأداء أحد الشباب الواعدين. نتمنى لهم التوفيق. اشتغل مع كارلوس ساكيروش حاليا مع روي فيتوريا، كان موجود قبل كده في النادي الأهلي، يعني البداية محمود كانت من النادي الأهلي. نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وجهة جيدة وشخص مميز جدا في جهاز منتخبنا الوطني. طيب فيتو بيتكلم إن في خلاف في جهاز المنتخب بسبب قائمة الفراعنة، ولكن هو خلاف لذيذ، يعني مش خلاف فني على ضم لاعب أو عدم ضم لاعب. هي الفكرة والكلام على عقدة فيتو إن فيتوريا بيفضل يسافر ب 25، مش عايز يسافر ب 27، وفي رأي بيقول له خد ال 27 ما تضمنش اللي هيحصل، ممكن يحصل إصابة ولا حاجة قبل بداية البطولة. كده كده أنت مسافر بال 27 لاعب، وده أفضل حاجة لمنتخبنا على فكرة، 27 لاعب. ممكن فيتوريا ما بيحبش يكون عنده عدد كبير، ده وارد، ولكن الأفضل ليك في اللعب في الكوت ديفوار ظروف معيشية وأجواء صعبة، لا خد ال 27. في 23 على حساب اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي، وفي 4 على حساب اتحاد الكورة، ولكن ال 27 معاك طول البطولة. بس ليلة كل مباراة، أو أقصد قبل كل مباراة في الاجتماع الفني، بتقدم ال 23، ووارد تغير في الأربعة الزيادة دول في كل مباراة. يعني أنت مش خدت 4 زيادة لو ما خدتش حد منهم قبل اللقاء الأول فخلاص مش معاك في البطولة، لا، أنت بتسافر بال 27 وقبل كل مباراة بتقدم قائمة ال 23، وممكن تغير في ال 23 من ال 27. آخر حاجة حساب بطولات وأمر متعلق بمنتخبنا الأولمبي. ميكالي أبلغ مسؤول اتحاد الكورة أنه ليس هناك ما يستدعي العودة حاليا لمصر، خاصة أن معسكر يناير لم يتحدد بسبب بطولة كأس الرابطة. المدرب يفضل الاستمرار في أجازته حتى الانتهاء من احتفالات رأس السنة، مفيش ضرورة عشان يعمل معسكر في يناير مستغلا فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب. آخر حاجة معايا على سؤال الحلقة، عشان وقت الحلقة جري بسرعة معلش، ولكن السؤال: توقعاتكم للتشكيل والنتيجة. جمال بيقول أي 11 لاعب هينزلوا هيكونوا رجالة وقدها، محتاجين نرجع تاني لمنصات التتويج حتى لو برونزية. وتوقعاته للتشكيل: الشناوي، معلول، أكرم، يلعب بكرايت، منعم وياسر في قلب الدفاع، إمام عاشور، ديانج، مروان، الشحات، بيرسيتاو، وكريم فؤاد. ده أبرز تعليق معايا، ووقت الحلقة كنت عايز أخد أكبر قدر من المشاركات، ولكن وقت الحلقة لم يسعفنا. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.